بعد حاجة. شلون الوضع اللي مشيته؟ والله الوضع خير من الله. خير يصير. الحركة التجارية. حركة تجارية والله ماشية والعالم ما شاء الله تشتغل وتروح تجي خير من الله. والله نطالب بهاي اسمها النفايات الموجودة صار لها فترة ما انشالت زين هاي تنظيفات ما تنظيفات الحمد لله اكو ما يكفي كهرباء فضل من الله. شلون شوف الوضع الأمني؟ والله الوضع زين. الوضع الأمني زين. زين حيل زين. حركة تجارية البيع والشراء. لا الحمد لله حيل زين. أحسن من قبل كثير. يعني اكو أقبال من المواطنين عن بيع. إيه طبعًا شلون؟ حيل زين. أنت الخيار. الخيار ب500 اليوم الطماطم يعني بالطريق مسدود بلف. يعني من الطريق إيه. بس اليوم يعني بس اليوم ان شاء الله باشر تفوت باين بألف ونص البطاطا ب750 زين اسعار زين 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 اي إيه والله زينه بس معاناتنا على الوسخ شنو معاناتنا؟ على الوسخ دق عليه صوروا شوفوا بالكم دق عليه ما يجوا البلديه ابد هاي صار لفوق العشر ايام ما حد يجي بفلوس باي شيء بس خليه يشيلوه يقولون تعال عقد وجمعه ما من المحله كل واحد الف وجمعنا همينه وما شالوه شو طالب نرجع على بيوتنا والله نحن بيتنا بالزنجلية قاعدين هنا لا شغل ولا شيء جينا هنا ليش ما رجعت على الزنجلية؟ رجعنا على الزنجلية ماكو لا خدمات لا ماي لا شيء ابو تنكر كل اسبوع اسبوعين دا يجينا مره انت بيش تبيع انت الخيار؟ والله بربع الخيار كيلو بربع؟ ايه ما قاعد يبيع 500 ليش؟ لا نبيع بربع جوا السوق اقبال المواطنين حركة والله زين الحمد لله والله من المصر نحن لسه قاعدين نجي هنا لنخش حركة هنا الوضع الأمني مستقر جدا حيل خاصة منطقتنا احنا بوادي حجر الحركة التجارية بالسوق حركة تجارية واقفة ركود لأن ماكو رواتب زين والعالم متبهدلة وهاي الأوساخ هاي صار لها فوق أسبوع ما حد يقبل يشيلها شوف دمار تلاقي العالم مش العالم متبهدلة هاي كلها الإنقاذ على البيوت هاي الأوساخ هاي الذبابين كلها على بيوت العالم هاي كلها أمراض وكلها رو أوبئة بس قولي سووا المحافظ ولا سووا مجلس المحافظ قولي سووا طقت العضو على ولادي وعلى زوجي ما ظل كل أحد فايش أقول لك ما عندي لا فلس ولا شيء بنتي معوقة الساعة يعني ما عندي كل شيء خلي أحد يساعدنا وضعية زينة بس الوضع لا مي لا كهرب ها تحت الأوساخ شلونها يعني حتى الناس تمرضت من هالشيء هذا وهذا أول تحرير هو تحرر وادي حجر ظل أخير شيء لا كهرب لا ماي الأوساخ مزتتة بالقاع البواري مكسرة هي أنا افتحوها لها شهر شبر واحد شوفوه ما يقدرون يسوونه شو طالبون التفسير طالب بالماي بالكهرب هاي زين الأوساخ البلدية وينهم بلدية وبالكدونة فول الأمن فول والحركة التجارية فول بس رواتب ماكو فلوس ماكو وأعتب على المنظمات ترى المنظمات الدولية بس حكي كل شيء ما جاي يقدمون بالموصل كانوا يقدمون بالجنوب بالوسط بالشمال بس بالموصل المنظمات الدولية حبر على ورق والله الحمد لله والله السوق زين والحركة زينة ولا ما نفول صلوات على النبي نمشي بكيف والله محتاجين يا ابني لا مية عندنا لا كهرب والله مية البير نشتري بفلوس والله بضيم حالنا يا ابني وهاي الكيسات مثل هاي السيانات لين مجاري ماكو منهولات والله حتى الفيران ولا الحياية شلتنا يا ابني دمرتنا دمار الله يرضى عليكم والله ما حد زارنا ولا حد شافنا والله ما حد وصلنا يا ابني